اللعبة من بدايات خفيفة وبسيطة، يعني تم اختراعها لمشان نرسم الضحية على وجوه الأطفال اللي انحرموها بهذه الحرب طبعا ضمن الضلال والغل اللي صار من جيش الأسد والروس طبعا، من قصف ومن حرب ومن ضرب. وإن شاء الله بنتمنى من كل مغترب يرجع إن شاء الله ويرجع البسمة له ويرجع كل مغترب على بيته إن شاء الله، والله يفك أسر المعتقلين اللي هن إخواتنا في السجون وأخواتنا، نتمنى لهم الفرج إن شاء الله. فهدول أطفالهم نحن لازم نرسم الضحكة على وجوههم ولو بشو ما كان، يعني بشغلة بسيطة بعملي مشان نعمل لهم جو هيك حلو شوي مشان ينسوا اللي جو اللي هن فيه. أجينا على السلسل عشان نلعب بالجهات وبالألعاب عشان نبسط، ونحن مبسوطين والعيد كتير حلو. بات الصبح بالستياب العيد جيت على الحديقة، لعبت بالمراجيح، لعبت بالحاليق والسيارات، جينا أنا أولاد أختي أولاد الحارة. بين الصبح نبسنا جينا أنا وحواتي المراجيح نلعب بالسلة ونقلت لعمتو بحير. Woo-hoo!